شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول موضوع التربية، ونتحدث حول هذا الموضوع في فصول ثلاثة. الفصل الأول في مفهوم التربية، الفصل الثاني في مراحل التربية، الفصل الثالث في آليات التربية. أما بالنسبة إلى الموضوع الأول وهو مفهوم التربية، التربية عبارة عن التنمية،
وبتعبير آخر تحويل الكمالات الموجودة بالقوة إلى كمالات موجودة بالفعل. الملاحظة التي ينبغي أن نلتفت إليها أن الحيوانات الهداية الطبيعية الهداية الغريزية تسوقها إلى كمالها المنشود. هنالك كمال معين للحيوان، وصول الحيوان إلى هذا الكمال لا يحتاج عادة إلى تربية، لا يحتاج غالبا إلى مربي. هنالك هداية إلهية، هداية طبيعية. أكو تعبير جدا لطيف في القرآن الكريم، الله تعالى يقول: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. مثل أنه شايفين واحد يأخذوه، الناصية الظاهر لعله عبارة عن الشعر الذي يوجد في مقدم الرأس. أحيانا واحد يأخذ واحد من شعره ويجره إلى الهدف. كل دابة الله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها. هذه الهداية الإلهية، هذه الهداية الطبيعية تسوق هذا الحيوان إلى كماله المنشود. ولكن الإنسان لعله فيما نعلم الكائن الوحيد العاقل الذي يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى تنمية ويحتاج إلى جهة تحول هذه الكمالات الموجودة في داخله من كمالات بالقوة إلى كمالات بالفعل. أن تلاحظوا، ولعلكم لاحظتم، الحيوان يعرف عدوه. ما يحتاج واحد يقول للحيوان، للشاة مثلا، أن الذئب عدو لك. الشاة هي عندما تشوف الذئب تهرب، حتى إذا أمها ما قالت لها أن هذا الذئب عدو لك، حتى إذا من اليوم الأول أخذناها وفصلناها عن أمها، هي تعرف أن هذا عدو لها فتهرب منه. الحيوان يعلم ما يضره وما ينفعه، ما يأكل أكل يضره. وإذا في يوم من الأيام اتفق استثناء على أثر عارض أنه تناول ما يضره، فورا يروح إلى عشب ينفع هذا العارض، يروح يتناول ذلك العشب من بين عشرات الألوف من الأعشاب ويشافه. ولذلك إحدى المصادر المهمة للأطباء معرفة سلوك الحيوان. هذا الطب اللي عندنا الآن قسم منه يبتني على ملاحظة حركة الحيوان، ولكن الإنسان لا يعرف عدوه من صديقه. الطفل لا يعرف ما يضره وما ينفعه،
ربما يشوف ثعبان يمد يده إلى ذلك الثعبان، ربما يشوف عقرب يمد يده إلى تلك العقرب وهو لا يفهم، ربما يشوف جمرة فيمد يده إلى تلك الجمرة ليأكلها، ما يفتهم. شايفين بعض الحيوانات في البيوت وهي صغيرة عندما تريد أن تعبر من مكان إلى مكان، من سطح إلى سطح، تعرف الفاصلة، أن هذه الفاصلة يمكن أن تعبرها أو لا يمكن أن تعبرها. إذا فاصلة كبيرة ما تغامر، إذا فاصلة معقولة تقفز، ولكن الإنسان لا يفهم ذلك. الطفل خلوه على مرتفع يطفر لأنه لا يعرف تحديد الفواصل، ما يفهم ذلك. هل سمعتم في يوم من الأيام أن مهرة غرقت في بركة ماء أو في نهر القرية؟ لا، لأن المهرة تفهم أن هذا الماء شيء خطر، فلا يمكنها أن تقفز في هذا الماء، وإذا أكفت شيء جدا نادر. ولكن الإنسان لا يفهم. الطفل خلوه عند الماء يقفز في الماء ويغرق في الماء. كم من الأطفال غرقوا في البيوت، في حمامات السباحة، في الأحواض، لأنه لا يفهم. ماكو هنالك هداية طبيعية لهذا الفرد في هذه الأبعاد، وإنما يحتاج إلى جهة توجهه وتربيه وتنميه وتحول هذه الكمالات الموجودة بالقوة إلى كمالات بالفعل. هذا هو البحث الأول في مفهوم التربية. البحث الثاني في مراحل التربية. التربية لها مرحلتان رئيسيتان. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الولادة. هذه المرحلة اهتم الإسلام بها اهتماما بالغا. ما هي المشاعر التي تعيشها الأم؟ الطفل، الجنين، هذا مو كائن منفصل عن أم، مثل تخلون مثلا ماء في إناء، الإناء موجود، الماء موجود آخر، لا، الجنين يعتبر جزءا من كيان الأم. الحالات النفسية، المشاعر، الأفكار، النظرات، الأشياء التي تراها الأم، الأشياء التي تسمعها الأم، كلها تؤثر على طبيعة هذا الجنين وطبيعة هذا الطفل. هذه القضية يمكن أن تراجعوا تفصيلها في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ما أريد أذكر تفصيلها، إشارة. وفي غير شرح نهج البلاغة أيضا هذه القضية مذكورة. امرأة يقال لها فارعة أو فارغة. هذه المرأة امرأة متزوجة، في يوم من الأيام أحد الحكام كان يمر في أزقة المدينة فسمع صوتا من بيت، امرأة في بيت
امرأة متزوجة، امرأة ذات بعل وهي تغني. واحد يتصور أنه الغناء ما إلى أثر. شلون الغناء ما إلى أثر؟ الموسيقى التي تعزف بآلات الله ما إلها أثر. شلون ما إلها أثر؟ هذه الصورة التي نشاهدها في التلفزيون، في الجرائد، في المجلات، هاي لها أثر. هذا موج، هذه الفكرة، هذه الصورة، هذا التصور، هذا يخلق موج في داخل النفس. شلون ما لها أثر؟ أنا أوصي إخواني الشباب أنه بعيدا عن مسائل الحلال والحرام، أنا ما أريد أتطرق الآن إلى مسائل الحلال والحرام، وإنما من ناحية اجتماعية حتى الصورة الموجودة في الجريدة واحد لا يشوفها، لأن هذه الصورة مو فقط تنطبع في العين في شبكية العين، وإنما تنطبع في المخ. هاي الصورة دا تروح إلى المخ فورا، مو فقط انطباع في المخ، هذه الصورة التي دخلت في المخ توجد، تخلق إشعاع، تؤثر على القلب، تؤثر على الروح، تؤثر على البدن، تؤثر حتى على الحياة العائلية. هذا الإنسان الذي يملأ عينه من هذه الصور، المرأة اللي تملأ عينها من هذه الصور، الرجل الذي يملأ عينه من هذه الصور، هذا بعد يفقد مودته لزوجته. قديما آبائنا كانوا يعيشون لا يرى إلا زوجته، كانت الحياة حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة، حياة مستقرة، ما شايف امرأة ثانية. أما الإنسان اللي كل يوم يشوف امرأة ثانية بعد لا ينظر إلى زوجته، هذه الحياة الزوجية تتحول إلى حياة ملغمة. إذا شاف امرأة أجمل من زوجته بعد تسقط زوجته في نظره، إذا المرأة شافت رجل أجمل من زوجها، إذا إيمانها مو قوي الرجل يسقط من عينها، واحد ما يتمكن يعيش هذه الحياة العائلية. حتى إذا فرضنا أن النظر إلى صورة ما فرض في بعض الشرائط في بعض الظروف، هذا مباح فرضا، ولكن هذا مو صحيح من الناحية الاجتماعية، مو صحيح من الناحية الأخلاقية، مو صحيح من الناحية الروحية، مو صحيح من الناحية النفسية. ما هو داعي واحد ينظر؟ الله خلق البحر، خلق الأشجار، خلق الطيور، خلق الأوراد، هذه الطيبات الموجودة في الكون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا يفكر في خارج الإطار. الآية تفسيرها في التفاسير، حتى الصورة هذه تخلق إشعاع، النظرة تخلق إشعاع. امرأة متزوجة في بيتها في منتصف الليل، في الليل منتصف الليل، تغني وتقرأ هذه الأشعار: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم هل سبيل إلى نصر بن حجاجي. هذا تعبير آخر، امرأة تفكر في نصر بن حجاج، أو امرأة تشوف صورة جميلة في المجلة، نفس الشيء، نفس الانطباع، نفس الفكرة. حتى إذا واحد يقاوم الفكرة تأتي، الأفضل واحد يغلق على الشيطان الباب. ليش واحد يخلي يده في فم الثعبان يقول إن شاء الله ما يعظني؟ من الأول يبتعد عن الثعب وارتاح. ليش واحد يشغل قلبه وفكره وأعصابه وروحه بهذه الأشياء؟ فغضب ذلك الرجل الحاكم وسأل هذا من نصر بن حجاج، قال له هذا شاب جميل في المدينة، فطلبه وحلق شعره
وسفره إلى البصرة، قال لا يبقى في المدينة. هذه المرأة تعلمون من هي؟ هذه المرأة بهذا التفكير وبهذه المشاعر، هذه أم الحجاج. الحجاج ابن يوسف الثقفي أمه هي هذه، فارعة أو فارغة. زوجها كان المغيرة ابن شعبة المعروف، ثم طلقها وتزوجها يوسف الثقفي، الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا أبوه وهذه هي الأم. الإسلام يولي لهذه المرحلة اهتمام بالغ. لاحظوا هذه الآيات التي تبركنا بتلاوتها. إذ قالت امرأة عمران، المرأة في أثناء الحمل تفكر في ماذا؟ عندما هنالك جنين تفكر في شنو؟ تفكر أن هذا الطفل تشتري له ملابس، كل يوم تروح إلى السوق تشتري ملابس، تفكر في ترتيب غرفة، تفكر في تهيئة الأدوات اللازمة لهذا الولد، تفكر في أن هذا الولد كيف يكون في المستقبل. ولكن امرأة عمران حنة، هذه المرأة إذ قالت امرأة عمران ربه إني نذرت لك ما في بطني محررا. هذا أحرره من جميع الارتباطات الاجتماعية، أحرره من الدنيا. إحنا الآن مستعبدين للدنيا من الصبح إلى الليل. أنا ما أريد هذا الولد يكون مرتبط بالدنيا، أنا أريد يكون محرر، أنا أريد يكون متمحض إليك، أريد يكون خالص إليك. إني نذرت لك ما في بطني محررا. هذا تفكير هذه الأم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، كانت تريد أن يكون هذا المولود خادما للمسجد متفرغا للعبادة والخدمة. المرأة ما يجي منها هذا الدور كما كانت تفكر. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. مريم يعني العابدة، مريم يعني المرأة العابدة. وإني، لاحظ التفكير، أعيذها بك. هذه في لحظة الولادة أهم خطر يواجه المؤمنين، خطر الشيطان وخطر النفس. وإني أعيذها بك، لاحظ التفكير، وذريتها، تفكر فيها وفي ذريتها أيضا من الشيطان الرجيم. هذه المرأة بهذه المشاعر، بهذا التفكير، بهذه الأحاسيس، يولد منها مريم. مريم ما نشأت هالشكل اعتبار، مريم نشأت في هذا الجار. وعيسى صلوات الله عليه ابن مريم، يعني حفيد هذه المرأة حنة، ابنتها مريم، ابن مريم عيسى المسيح، هذا النبي العظيم. هذه المشاعر مؤثرة،
هذه المرحلة الأولى، مرحلة ما قبل الولادة، ما ينظر، ما يسمع، ما يقرأ. أكو هنالك ناحية ثانية نشير إليها باختصار، الإسلام ما أغفلها حقيقة. إحنا هواي بعضنا بعداء عن هذه الأجواء. اليوم الصبح كنت أشوف وسائل الشيعة للحر العاملي رحمة الله عليه، هذا الكتاب العظيم، وسائل موجود في المكتبات، هالشكل الغبار يتراكم عليه، في كيفية تربية الطفل، في التعامل مع الطفل. بنظرة عابرة شفت حوالي في الوسائل في باب النكاح، في أبواب الأولاد، أبواب أحكام الأولاد، أكو حوالي 450 رواية أنه الأم كيف تتعامل، الأب كيف يتعامل، الطعام الذي يأكله الأب كيف يجب أن يكون، الطعام اللي تأكله الأم كيف يجب أن يكون. مؤثر. حتى نوعية الطعام مذكور في الروايات. الطعام مؤثر في السمات العقلية للطفل، الطعام مؤثر في السمات النفسية للطفل، الطعام مؤثر في السمات الروحية للطفل، الطعام مؤثر في السمات الجسدية للطفل. هذا موجود في الرواية. أنا أذكر لكم بعض الروايات حتى تشوفون أن الروايات تربط بين المقدمات والنتائج. إذا تريد الطفل يكون ذكياً، أكو هنالك منهج معين. نشوف في المجتمع أطفال أذكياء وأطفال مو أذكياء. أكو في المجتمع أطفال حليمين، حلماء، حليم، الطفل الحليم. الحليم إحدى معانيه من الناحية اللغوية، أكو أطفال هادئين عندهم متانة، ما يستفزون لأقل شيء، عندهم أنات، عندهم توئدة. وأكو بعض الأطفال عندهم نزق وطيش وضيق خلق، هذا طول عمره يعيش في هذه الحالة. الطفل إذا ولد نزقا أخرج طائش، هذا يعيش إلى حياته يعاني هذه الحالة حتى إذا يتغلب، لكن يعاني. أكو في الروايات. أنا أذكر لكم بعض الروايات. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه يقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أطعموا حبالاكم اللبان. اللبان هذا الشيء المهجور، المرأة الحامل تأكل اللبان. فإن الصبي إذا غذي في بطن أمه باللبان اشتد عقله، يكون عاقل. هذا يرتبط بالسمات العقلية. اللبان مو فقط للطفل، حتى للكبار جيد. اقرأ الكتب الطبية، شوفوا خصائص الطبية. الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول: لاحظوا الأبعاد المختلفة، الأبعاد العقلية، الأبعاد النفسية، الأبعاد الروحية. أطعموا حبالاكم اللبان. اللبان يعني الكندر، نوع من أنواع العلك، يعلك ويؤكل أيضا. فإن غلام في بطنها يكن، خرج زكي القلب شجاعا. هاي الصفات النفسية، شجاع يكون. أكو أطفال شجعان وأكو أطفال جبناء. فإن غلام في بطنها يكن، خرج زكي القلب شجاعا،
وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتها، خلقها وخلقتها. هذا أثر اللبان. رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: أطعم المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر، فإن ولدها يكون حليما تقيا. أكو بعض الأفراد عندهم حالة التقوى. الإسلام يقول الطعام مؤثر، الفكر مؤثر، الصورة مؤثرة، الطعام مؤثر، نظام الحياة مؤثر. هذه المرحلة الأولى. وأما المرحلة الثانية، مرحلة ما بعد الولادة، أخذوا كتاب الوسائل، شوفوا التعاليم في مختلف الأبعاد. المرحلة الأولى مرحلة النفاس، تعاليم. المرحلة الثانية مرحلة الرضاعة، تعاليم. المرحلة الثالثة مرحلة الطفولة المبكرة، يعني من بعد الفطام إلى 7 سنوات. هذه علماء النفس يسمونها بالطفولة المبكرة، تعاليم. المرحلة الرابعة مرحلة الطفولة المتأخرة، من 8 إلى 14، تعاليم. المرحلة الخامسة مرحلة المراهقة، من 15 إلى 21، تعاليم. المرحلة السادسة مرحلة الشباب، من 22 فصاعدا، تعاليم. كلها تعاليم. أخذوا كتاب الوسائل، شوفوا أن الأئمة، أن النبي صلى الله عليه وآله شنو قايلين. هذه القضايا تحتاج إلى توجه، تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى بذل الوقت، جزء من وقتنا لهذه الأشياء. البحث الثالث ونختصر: آليات التربية. التربية لها آليات ولها وسائل، نذكر بعضها. من جملة هذه الوسائل، إحنا الآن على أعتاب العطلة الصيفية في أجوائها، البعض عطل، البعض ربما سوف يعطلون قريبا. أطفالنا نخليهم في الدورات. الطفل بالبيت لا ينمو غالبا، دورات. أكو دورات للشباب، للأطفال، للفتيات، واحد يخليهم في هذه الدورة. هذه الدورات تعلمهم القرآن، تعلمهم العبادة، تعلمهم الخشية من الله، تعلمهم الدين. هذا واحد. الشيء الثاني السفرات الموجهة، سفرة توجيهية. السفرة التوجيهية يعني واحد يروح إلى مشهد، يأخذ الأطفال، يخلي لهم برنامج، برنامج متنوع فيه الزيارة وفيه السياحة وفيه الذهاب إلى مراقد العظماء. أكو هواي من العظماء موجودين، واحد يوديهم يشرح لهم، واحد يودي أطفاله إلى العمرة، إلى المدينة، إلى مكة، إلى جبل حراء، إلى غار ثور. هذه الأشياء سفرة موجهة. حتى إذا فرضنا واحد أراد أن يذهب إلى بلاد الغرب، لا يترك الأطفال في بلاد الغرب. الحمد لله الآن أكو مراكز إسلامية، أكو حسينيات، أكو مساجد، أكو أماكن نافعة. واحد يحاول أن يأخذه. من الأشياء المهمة وهذه ضرورية ويجب أن نحولها إلى جزء من حياتنا، هذه من وسائل التربية، القصة. كل يوم واحد يأخذ كتاب يطالع قصة أو قصص، يذكر لأطفاله، يذكر لأولاده قصص النبي، قصص الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين،
قصص الصالحين، هذه جدا مؤثرة. القرآن الكريم مشحون بالقصص، واحد يذكر هذا يخليه جزء من البرنامج، كل يوم على مائدة الطعام يذكر قصة لأطفاله، يربيهم من خلال هذه القصة. قبل النوم يذكر لهم قصة تاريخية حاضرة مربية، هذا منهج مربي. من جملة الأشياء المهمة جدا المجالس البيتية، هذه المجالس في البيوت من عوامل التربية المهمة. الطفل يأتي في هذا المجلس يخدم، يعطي شاي، يتحدث، يسمع ما يقوله الخطيب، يبكي، يرى الذين يبكون، هذا مؤثر جدا. حتى إذا واحد يضع مجلسا لنفسه وعائلته فقط، هذا جدا مؤثر. في هذا الوقت اللي الأعداء تكالبوا على المسلمين، على المؤمنين من كل جانب من كل مكان، هذه الأشياء جدا مؤثرة. وإذا إحنا إن شاء الله قمنا بهذا الشيء نلمس بركاته في هذا الجانب وفي بقية الجوانب بأيدينا. هذا الشيء له أثر في هذا الجانب وله بركات معنوية كثيرة، حيث أنه جرى ذكر الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها والمجالس البيتية، نذكر هذه القضية ونختم بها الحديث. أنقل هذه القضية بواسطة واحدة. نقل أحد العلماء يقول أنه في كربلاء في يوم من الأيام ذكر أن فلانا هذا خرج بعد أداء صلاة الصبح من حرم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا كان متعارف يروحون إلى حرم الإمام، حرم بقية الأئمة، يصلون صلاة الليل، يصلون صلاة الصبح. خرج يقول ثم جاء ووصل إلى التل الزينبي، فرأى أن هنالك بابا مفتوحا ورجل واقف على الباب ويقول تفضلوا في بيتنا مجلس. هذا كان متعارف قبل طلوع الشمس، كانوا يقيمون مجالس في البيوت، وهذا الإيمان وهذه التربية وهذه البركات رأيناها وشاهدناها أثر تلك المجالس. هذا الرجل أجى دخل ساحة كبيرة، حوض في وسط الساحة، ولكن أي واحد ما كان، أي واحد ما كان. اجى قعد عند المنبر، كان منهك. الواسطة نقل لي أنه كان رجل من أهل التهجد والعبادة وصلاة الليل، هذا يمكن ساعتين ثلاث ساعات قضى وقته في العبادة والصلاة والذكر والقرآن. فاجى قعد يم المنبر وماكو واحد بالبيت، فأخذته غفوة عند المنبر. في عالم الرؤيا شاف أن المجلس البيت امتلأ بالحضور، وبعد قليل دخل سيد نوراني من الباب، اجى قعد عنده يم المنبر، ثم طلب ماء حار وسكر، قال جيبوا لي ماء حار وسكر.
شربه، ثم صعد المنبر وبدأ بالآية والمطلب، وإذا بهذه في هذه الأثناء يرى كأن أبواب السماء قد فتحت. وإذا بهودج ينزل من السماء وفيه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. نزل الهودج إلى قريب المنبر والخطيب فوق المنبر، فأشارت الصديقة الطاهرة إلى الخطيب وقالت له: اقرأ مصيبة ولدي علي الأكبر. الخطيب بدأ بذكر المصيبة، في هذه الأثناء استيقظ من المنام هذا الرجل المؤمن، استيقظ من المنام، شاف أنه جالس عند المنبر والبيت غاص بالحضور. خلال هاي الفترة الناس شيئا فشيئا اجوا. في هذه الأثناء شاف أن السيد اللي رآه في عالم المنام دخل من الباب نفسه، هو بهيئته وعمته وهيكله، دخل من الباب، اجى 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 قعد يمه، ثم طلب الماء الحار والسكر، جابوا له ماء حار وسكر شرب، ثم صعد فوق المنبر. سأل أنه من هذا السيد الخطيب، هذا في عالم اليقظة، قالوا إنه السيد جواد الهندي، هذا كان واحد من كبار الخطباء، الشيخ محمد علي اليعقوبي وهو من كبار الخطباء يقول: أنا ما رأيت خطيبا أملك لزمام المنبر من السيد جواد الهندي، كان خطيب عجيب. يقول صعد فوق المنبر فبدأ بالآية التي رآها في عالم الرؤيا، ثم بعد ذلك بدأ بالمطلب الذي ذكره في عالم الرؤيا، واستمر نفس المنظر اللي شاف هذا الرجل في عالم المنام الآن يشوفه في عالم الرؤيا في عالم اليقظة، ووصل إلى قرب المصيبة، الآن يريد يقرأ المصيبة. هذا الرجل أخذ يتطلع عن الزهراء صلوات الله عليها كيف الآن ينزل هودجها من السماء، ينظر في هذه اللحظات شاف أن السيد جواد الهندي رفع عينه قليلا إلى السماء، هذا الرجل كل شيء ما يشوف، فقط شاف أن السيد جواد رفع عينه قليلا إلى السماء وقال: نعم، طلب منا أن نقرأ مصيبة علي الأكبر. الناس تصوروا أنه مثلا صاحب المجلس طالب منا مصيبة علي الأكبر، ولكن هذا الرجل يعرف أنه شيء آخر. هسه شنو صار؟ كانت مكاشفة للسيد جواد الهندي، كان إلهام، كان شيء آخر لا نعلم، وبدأ بذكر مصيبة علي الأكبر. هذه المجالس منظورة، هذه المجالس مربية لأطفالنا، لبناتنا، حافظة لأولادنا وبناتنا. هذه المجالس مضافا إلى البرامج الأخرى ينبغي أن نهتم بها، ففيها إن شاء الله خير الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم
الباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي، بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.